السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده راديو لمبات فيليبس، راديو لمبات فيليبس مزود باتنين سماعة هون في الجنب. الراديو بحالة المصنع، مزود بخمسة زي ايكولايزر بالظبط، هو تنغيم الصوت. ده مفتاح الصوت وده مفتاح الموجات، وديت الموجة القصيرة والموجة اللي هي الاس دبليو، بيجيب طبعا اي ام والاس دبليو. الجهاز ده وزنه 8 كيلو جرام. الجهاز ده صنع في جمهورية مصر العربية بترخيص من هولندا. عرض الجهاز 55 سنتي في ارتفاع 20 في عمق 20. الجهاز بحاله المصنع ونشوفه مع بعض. زوس راديو اس فيليبس، راديو اي ام عند اس دبليو، ميد ان ايجيبت، اي ام عند اس دبليو. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله نقول اعجاب حضراتكم. ده راديو فيليبس اي ام اس دبليو، بيشتغل بالكهرباء، راديو اللمبات. الجهاز زي ما قلنا وزنه 8 كيلو جرام. ده صنع في مصر بترخيص من هولندا. عرض الجهاز 55 في ارتفاع 20 في عمق 20 سنتي. الجهاز بحاله ممتازه جدا. ان شاء الله الفيديو نقول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.